بعد كده توالت بقى الـ 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 العمليات الاستنزاف بعد فتره من بعد ما في استقرار تنظيم الجيش والقوات المسلحه. بدا الطيران بتاعنا، بدا الجزائر تبعت لنا طيران، خدنا الطيارين بتوعنا طار وجابوا طيران. بدات بقيه الدول العربيه تمدنا بحاجات كانت مهمه جدا. في كتيبه جت من الكويت، في كتيبه جت من السودان، في كتائب، يعني في كتائب كل الدول العربيه بدا في تعاطف على مستوى الدول العربيه. الدول العربيه كلها يعني، كانت قبلها كان في تمزق، كان في تفرقه في السياسه، كانت السياسه ما كانتش لكن بقت قبل 67 مصر والدول العربيه والمنطقه حاجه، أيوه. وما بعد 67 حاجه تانية، حاجه تانية. فعشان كده احنا زي قبل مش عارف الثوره، ثوره 30 يوليو حاجه، احنا مصريين وبعدها حاجه تانية. مظبوط. قبل 25 يناير برضو انا في رايي حاجه، وبعد 25 يناير في، أيوه. فالنهارده في محطات معينه بتبقى بيبان فيها المعدن المصري الحقيقي في وقت الشد. تمام. برضو عايز حضرتك تحكي لنا عن حضرتك كنت قائد مجموعه الصاعقه، حوالي قضيت ومعاك 40 جندي من ابطال الصاعقه 200 يوم خلف خطوط العدو لقطع الامدادات. تحكي لنا برضو ايه اللي بيحصل، يعني هنسمع عن الكلام ده. نخش بقى في عمليات 73 بقى، نتفرج عليه في التلفزيون. الله يخليك. احنا كنا في الاتجاه اللي بيسموه المجهود الثانوي. المجهود الرئيسي كان في اتجاه قناه السويس، لو جيش الثاني والثالث والدعم والدنيا كلها. ده كده بدات الحرب خلاص، ده كده خلاص ودخلوا احنا بدانا حربنا في جنوب سيناء. لان ده كان مسرع عمليات يعتبر موجود جنوبي ثانوي. تمام. بس كان لازم يشغل، كان لازم يبقى فيه عشان ما حدش من الجهه الثانيه يجي فيه. بالظبط، عشان ما حدش يحرك منه وايه ويتحركوا يساعدوا في قوات ثانيه. فبالتالي كان مخصص له مجهود جوي، طيران مراج، مخصص له طيران هليكوبتر، مخصص له قوات مدببات، وما قدروش يتحركوا. ونجحنا فعلا الحمد لله، القوات دي انها ثبتت هذه القوات لمده اكثر من 72 ساعه اللي احنا كنا محتاجينهم نعمل رؤوس كباري ونستقر في بعد تهديد قناه السويس. فالمهم اتحققت بخسائر طبعا، خسائر كبير طبيعي، لكن احنا عمرنا ما فكرنا لا في خسائر ولا في احنا الوقت خدنا مهمه، صحيح مهمه شبه مستحيله، صعبه جدا، لكن في الاخر في هدف ان احنا نحققه، والحمد لله حققناه باكثر مما يعني توقعناه او اكثر مما القياده توقعت. لان يعني ناس بهذه بالشكل ده في هذا العمق على بعد 200 كيلو تقريبا من الامداد، يعني ما فيش معاهم حاجات محدوده، ذخيره محدوده واكل محدود، محدش كان يتوقع ان كل ده يحصل. لا، يكونوا يعملوا النتائج دي، لا كان بالنسبه لهم النتائج الحمد لله كويس قوي، لان احنا نجحنا في الاخر. الهدف ايه؟ ان انا اخلي العدو ما يتحركش من المنطقه دي للمده لغايه لما نظبط نفسنا. ثلاث اربع ايام الاولين دول اهم حاجه فعلا. وبعد كده بقى في قصص من البطولات غير عاديه.